في مثل مصري شهير بيقول اللي على البحر عوام، مثل عبقري يلخص في 4 كلمات كلام كتير عن الناس اللي عندها الجرأة وهي قاعدة قدام التكييف بتاكل شقة البطيخ كده الساقعة اللي طالعة من التلاجة وتحط خطط عظيمة في كل المجالات. يعني ده باختصار، لأن اللي بيتكلم من بعيد غير اللي بيقعد على الكرسي. الكرسي ليه أحكام، كرسي الوزير في مصر ليه تكتفته الخاصة، وأنا أعتقد أن كل مشتاق لكرسي الوزارة في مصر بيكتشف أن خيالاته بتبقى حاجة والواقع بيبقى حاجة تانية خالص. أنا النهاردة ضيفي وزير سابق جرب المراحل الثلاثة، جرب أنه يفكر ويقترح من غير ما يبقى عنده قدرة كاملة على التنفيذ، وجرب أنه يبقى عنده قدرة على التنفيذ لكنه محكوم بالإمكانيات والواقع، وجرب أنه يحكم على الأمور بشكل مختلف ويقيم القرارات بشكل تاني خالص بعد ما كون خبرة اسمها خبرة الكرسي. ضيفي النهاردة هو الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق اللي تولى المنصب لفترة شهور محدودة لأنه جه في فترة ما بين حكومتين، فحضر التشكيل الثالث لحكومة المهندس إبراهيم محلب وما كملش مهمته مع تغيير شامل الحكومة اللي شكلها المهندس شريف إسماعيل من مارس 2015 لأغسطس من نفس السنة 2015، فترة عصيبة كان مطلوب منه فيها أن الوعي العام للمصريين يكون أهم سلاح في الحرب على الإرهاب وأقصر طريق لمواجهة الفوضى والدرع الحامي لكل المخططات اللي كانت بتستهدف أمن البلد واستقرارها والمحفز الأساسي للطموحات اللي البلد عايزة تحققها وتوصل ليها هو ثقافة الإنسان المصري، تشكيل وعي الإنسان المصري بخلفيته كأستاذ تاريخ وتخصصه في مجال الوثائق التاريخية وانتسابه لجامعة الأزهر كان ليه تجربة نقدر نستعين بيها لو حبينا نتكلم عن الثقافة وتفريعاتها ودهاليزها ما بين الثقافة باعتبارها من أساسيات الحياة زي الماء والهواء والثقافة كصناعة وبيزنس. الدكتور عبد الواحد النبوي أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، ضيف عزيز علينا في مصر جديدة. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. خبرة كرسي الوزير، احكيلي الأول يعني كرسي الوزير ده بيبقى عامل إزاي؟ يعني قبل ما تبقى في الوزارة أكيد كنت بتتخيل حاجة، لما قعدت على كرسي الوزير بمناسبة إن إحنا هيكون عندنا وزارة جديدة، عاوزين نعرف يعني إيه طعم كرسي الوزير؟ كرسي الوزير ده عامل إزاي؟ كله شوك. لا مشيت يعني على الأشواك على رأي عبد الحليم، قعدت على الأشواك. لا كرسي صعب ويعني الأمر مش سهل وما حدش يتخيل إن هو يعني في امتياز أو في تنعيم أو في نوع من المكاسب اللي بيحصل عليها. وبعدين خاصة إن إحنا جينا في مرحلة صعبة، 2015 ده يعني لسه ثورة 30 يونيو 2013 إحنا خارجين، فترة جديدة للرئيس السيسي أول فترة ليه اللي بدأت 2014 يونيو 2014. وجينا في حكومة كانت صعوبتها إنها الشعب ما زال يغلي، عندنا موجة إرهاب ضخمة وكبيرة، مطالب كثيرة، أيضا في نوع من المقاطعة الدولية الكبيرة لينا، إحنا على سبيل المثال عودتنا في الاتحاد الأفريقي اللي إحنا مؤسسينه مجمدة، الاتحاد الأوروبي واخد موقف، أمريكا واخد موقف، يعني الأمر صعب، لسه ما زلنا نعاني من موجة إرهاب شديدة. يعني في السنة اللي إحنا فيها ديت أغتيل النائب العام هشام بركات، المستشار هشام بركات، ايضا احتلوا الارهابيين احتلوا مدينه زويد لمده 9 ساعات ورفعوا العلام السود عليها وكانوا كان موقف صعب جدا. احنا كان في اليوم لا يقل عن من 100 ل 120 حادث ارهابي بيحدث يوميا، يعني انت كنت بتعمل في وقت صعب جدا في المرحله دي. الموضوع من صعوبته انك انت مطلوب انك انت تعمل في ظل هذا الوضع. الرئيس قال لنا حاجتين لما بعد عملنا بعد حلف اليمين، أن احنا لا نملك امرين، لا نملك لا رفاهيه الوقت ولا رفاهيه المال، يعني ليس لدينا ميزانيه ضخمه وكبيره وليس لدينا وقت لنضيعه في اشياء يمكن انها يعني نجري نشتغل بسرعه مطلوب نجري. وقال كلمه، قال عندنا احنا عندنا عودين 1+1=10 وليس اكثر يعني اقل من ذلك، فبالتالي كان مطلوب الانجاز بشكل كبير. كرسي صعب، وانا اقول حتى الان ما زال ما موجود على الكرسي يعاني من مصاعب شديده. سياسة مصر ليست مرتبطة بما يحدث في الداخل فقط، سياسة مصر مرتبطة بما يحدث في إقليمها وما يحدث في العالم. بالضبط. احنا بنعاني في حتى الآن ما زالت حدودنا الأربعة ملتهبة والداخل لدينا مشاكل، لسنا المصدر الأساسي لهذه المشاكل، المشاكل دائما مصدرة لنا من الخارج، سواء كانت مشاكل سياسية أو اقتصادية أو حتى على مستوى الثقافة والاجتماعي. أنت لا تستطيع أن تلعب سياسة ولا تلعب ثقافة ولا تلعب نواحي صحية أو اجتماعية أيضا إلا وأنت مطمئن للخارج وحركته اتجاهك. فبالتالي ده يعني عندنا نوع من الصعوبة الكبيرة في هذه المسألة.
وارى ان احنا يعني ايه مطلوب مننا ثلاث اشياء في هذه المرحله المهمه، ان ننظر على الخارج ونحن في حاله من التوجس، لان خلينا نكون صراحه، العالم الان يتجه الى حرب عالميه ثالثه، رضينا ام ابينا، ما يحدث في العالم ومن التحالفات والتحالفات المضاده التي تحدث، روسيا مع كوريا الشماليه مع الصين احدثت تحالف، وامريكا بقى دخلت وامريكا مع اليابان ومع ايضا هي واليابان وكوريا الجنوبيه اصدروا بيان امس ضد ما قامت به روسيا، ايضا في نفس الوقت امريكا سامحت لكوريا ان لاوكرانيا ان تضرب الاراضي الروسيه بصواريخ امريكيه، وروسيا ردت انها سوف يكون عقاب وعقابا شديدا، رد قانوني سوف يكون عقاب، هناك قالت هذا الامر. الامر الاخر في تحديث للصواريخ النوويه الروسيه، احنا نسير، رئيس صربيا صرح من ثلاث ايام قال حاجه ان الرئيس تنبأ بيها وحتى قالها في تكليف الحكومه الجديده، قال احنا على اعتاب حرب عالمية ثالثة، وانا الان مهموم بان اوفر المقومات الرئيسية لحياة شعبي في الشهور القادمة. الرئيس في تكليفه للحكومة لمصطفى مدبولي قال له محددات الامن القومي، ده لابد ان احنا داخليا وخارجيا، اثنين ان احنا موضوع التعليم والصحة ده مهم جدا، الثقافة ده مهمة في هذا الموضوع، والاستثمار والاصلاح الاقتصادي. ولذلك انا معلش اكمل ده، هو في الوقت ده كان من حوالي سنة مستشرف هذا الأمر، لذلك شفنا مشروع مستقبل مصر، مستقبل مصر اللي هو التكثيف الزراعة وبخاصة زراعة القمح وزراعة الذرة وإنشاء الصوامع ورصد مبالغ ضخمة لما يمكن أن نطلق عليه احتياجات الشعب المصري من موارد الأساسية التي سوف يحتاجها في الأيام القادمة، نحن نضمن ما يحدث في الأيام القادمة. أجواء العالم في هذه الأيام هي أجواء نفس أيام كامل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أنا أستاذ تاريخ، ويمكن ده اللي حدث. أوروبا في سنة 1900 من 1870 كانت بتنقسم لأحلاف وأحلاف مضادة لحد ما قامت الحرب 1914. في الحرب العالمية الثانية لما وصل هتلر للحكم 1933 بدأت أوروبا تقول إحنا داخلين على حرب، والحرب قامت 39 يعني بعدها بست سنوات، فإحنا في أجواء حرب بقالنا ثلاث سنوات، لكن في زيادة وتيرة الأفعال التي تجعلنا دائما على المحك، ودائما أن الحرب سواء العربية الأولى أو الحرب العالمية الثانية كان للأسف الكبير أن مكان الرئيسي لدوران هذه الحرب، عجلة هذه الحرب كانت في منطقتنا سواء في الحرب العالمية الأولى أو في الحرب العالمية الثانية، فقلقنا يعني كبير. إحنا بوضوح ومن خلال دراسة حضرتك للمشهد ومن خلال يعني أصلا حضرتك كأستاذ للتاريخ، حضرتك شايف أيضا وبتؤكد أن احنا نعيش الآن أجواء حرب، وأنه مهمة أساسية للوزارة الجديدة أن احنا نوفر الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري. بالضبط. طيب عاوز ارجع تاني لكرسي الوزير. أنا بحس كده أنه أول إنجاز مهم للوزير وأول حاجة يعني يعملها لو قدر ينجح فيها هينجح، إن هو يعدي بحر الرمال اللي اسمه الروتين والورقيات وكده. كنت بتتعامل إزاي مع المشكلة دي؟ هي أزمتنا الكبيرة في هذا الموضوع إنك أنت عندك جهاز روتيني بيروقراطي ضخم، ودائما قائم على مجموعة من القوانين الصلبة التي يعني موجودة في الوزارة وفي الجهاز الحكومي من فترات طويلة، وعملية تغييرها بيبقى في حاجة من الاثنين، يا إما إنك أنت يعني تقفز على هذه النصوص، او انك انت وبالتالي هذا دخلك في مشكله، البعض يقول لك انك انت تجاوزت القانون، او تستخدم روح القانون. وبالتالي كانت فكره استخدام روح القانون هو اللوائح بهذا الامر كنا بنشتغل عليه. يعني نفاجئ، انا فاكر حاجه حدثت من حصل عندنا قصر اسمه قصر ثقافه القناطر، القصر ده واقف بقاله يجي سبع سنين على حوالي 1.5 مليون ماشي، بسبب مشكلة لا أصل المفروض نصرف كذا، أصل يعني إيه إجراءات روتينية يقف فيها موظف على إنه كنت ممكن يبعتك بعد كده للنيابة العامة بهذا الموضوع. فإحنا كان حلنا إن إحنا لابد إن إحنا نكسر هذا الأمر، اضطرينا إن إحنا نتجاوز هذا البند وجبنا من بند تاني آخر ونقلنا كذا، وإنجزنا هذا القصر اللي كانت تكلفته تصل ل 87 مليون جنيه، يعني أنا أكلف قصر ما يقرب من 87 مليون جنيه وقف على 1.5 مليون ولا 2 مليون أو 5 مليون جنيه. وافتتحوا بالمناسبه طبعا المهندس محلب ليله 27 رمضان، ليله 27 رمضان افتتح قصر ثقافه القناطر
في سنة 2015، وحاليا بيعمل وإمكانياته رائعة ومؤسس بشكل ممتاز وبيقدم صح. فكرة انك انت تستخدم روح القوانين ولائحة دي كان الاساس، وكان عندي بستغرب اللي يجي يقول لي لا ما ينفعش يجيب لي القانون اللي يقول ما ينفعش، اللي يقول لي غلط اللي يجيب لي اللائحة اللي بتقول غلط، لكن انت هتيجي تقف وتقول لا مش هينفع. فده كان ما كانش يبقى في كل وزاره في اللي هم الموظفين القدام في 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 الموظف بيسموه موظف العقر ده. العقر ده بالظبط. بيجي بقى يدخل على الوزير بقى اول ما يجي بقى بالظبط يقعد معاه يقدم فروض الولاء والطاعه ويقول له بقى انت تطلب كذا، يقول لك لا يا فندم اصل ده ما ينفعش. ليه؟ اصل انت لازم ترجع لوزير الماليه. فكنا نرفع سماعه التليفون وزاره. هقول لك شيء من ضمن الطرائف، يعني في حرب 73 الرئيس انور السادات طلع قرار ان التواصل مع الوزراء لا يستدعي مكاتبات ومخاطبات ما بين بعضهم بعض، بل يصل انك انت تحصل التواصل يكون بالاتصالات التليفونيه. في 73 قال لهم انتوا ما تستنوش لحد يبعت مذكره ويرد عليك وينفع، لا كلموا بعض بالتليفون. فكانت فكره التواصل، وكانت في المجموعه صراحه رائعه، يعني كان معانا هاني قادر وزير الماليه كان من الشخصيات الرائعه اللي ممكن تكلمه في اي حاجه كان يتساهل معاك، وكان بيزور لنا وزاره. يعني احنا ميزانيتنا كانت سنتها 1,475,000,000، يعني مبلغ بسيط وبالنسبه لميزانيه الدوله، فسهل انك انت يعني لو طلبت منه مليون 10 2. الدكتور اشرف العربي كان وزير التخطيط في الوقت ده، هو كان مسؤول عن الخطه الباب السادس الخطه الاستثماريه، لا احنا خدنا منه 365,000,000 عشان ننشئ قصور ثقافه وبيوت ثقافه في الاقاليم. ليه؟ قصور الثقافه او الموجوده عندنا في مصر حتى الان 575 قصر ثقافه. احنا عدد القرى اللي موجودين في مصر 4,750 قريه. كان هدفنا ان احنا نوصل بس في 2020 ل1,000 قصر ثقافه او بيت ثقافه، وكنا نعمل حاجه اسمها بيت ثقافه كانت تكلفه توصل لحوالي 2.5 مليون جنيه على مساحه 300 متر ومساحه 700 متر ارض فضاء يستخدم النشاط فيها. فكان ده كان عندهم بسهوله جدا، يعني فكره التواصل مع اعضاء الحكومه في تذليل المشاكل كانت موجوده بشكل جيد. ده كانت ايه؟ يعني كان في التعاون في هذا الموضوع.